عليكم، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ جمعة مباركة، دخلنا عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا باش كنتمناو ان شاء الله يا ربي عليكم وعلى جميع أم المسلمة يا ربي. المهم كيما كتشوفو هنايا درت اللحم كيتقلى، ودرت معاه بصلة، ودرت معاه شوية ديال الحمص، وخليته كيتقلى. وهنا كنفور الطعام، درتو كيفور، ها هو كيما كتشوفو. المهم شاركت معكم من الاول، نسيت حتى دابا عاد تفكرت. المهم هنا عندي القرعه، درت عليها واحد شويه ديال الكنور، وقرعه حمراء وقرعه خضراء كما كتشوفوا. وهنا عندي خيز والكرم واللفت وفلفله. المهم هنا بعد ما طاب وسال الاخر سقيت، ها هو كما كتشوفوا، هذا هو الكسعه ديالنا ديال الطعام. بصح حتى نتوما طعامكم وبصحة غداكم، نتمنى ان شاء الله هي تكونوا بخير وعلى خير. المهم انا بعد ما تغديت وساليت وطلعت درت كاسكروت وساليت، انا جيت كنشرمل شي دجاج باش غدا، على حسب غدا ان شاء الله غيجيو عندنا شي ضياف باش نديروا الغدا. المهم انا عندي التومة التحميرة، الابزار، سكنجبير، شوية الخرقوم، شوية القرفة والملحة والقزبر، ودرت واحد شويه ديال الماء باش خلطت، وواحد شويه ديال الحامض، وواحد شويه ديال الزيت، وصافي. المهم خلطت وشرملت الدجاج. المهم كيما عبالكم في الفيديو، كل شيء عبالكم في الفيديو. المهم نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتابعوني، نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا كيقدم لكم ينال الاعجاب ديالكم. واللي مازال ما مشترك في القناه يشترك. يلا بنات، هلا فراسكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.